جدد رشاد حسين المبعوث الأمريكي الخاص لدى منظمة المؤتمر الإسلامي شدد على أن الحرب التي تخوضها بلاده ضد الإرهاب لا تستهدف دينا بعينه ولا شعبا ولا وطنا محددا، إنما هي حرب ضد سلوك ترفضه كل الأديان. رشاد الذي كان يتحدث خلال ملتقى بالعاصمة واشنطن لشرح استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب، قال إن الولايات المتحدة لا تعادي الإسلام ولا المسلمين، وإن الجانبين يعملان معا في الوقت الحاضر على محاصرة أفكار المتطرفين القائمة على تشويه الصورة الحقيقية للعلاقة التاريخية بين المسلمين وأمريكا. من واشنطن، رابح فلالي والمزيد. ما تخوضه الولايات المتحدة من حرب ضد الإرهاب ليست حربا ضد دين بعينه أو أمة أو شعب معين، إنها حرب ضد من يختار الوقوف في معسكر معاداة جميع الأديان واستهداف حياة الإنسان في كل مكان. علينا أن نجد الوسائل الأفضل لتوضيح فكرة أنها ليست الحرب على الإسلام، إنها حرب على الإرهاب، وهذا جهد مشترك. هكذا حرص مسؤولون أمريكيون على تجديد تأكيد هذه الرؤية هنا في واشنطن في حضور رموز وقيادات الجالية المسلمة، تجديد حرص في المقابل أيضا على تأكيد أهمية تعزيز فرص الحوار المتصل بين الجانبين ومحاربة الفكر المتطرف العامل على نشر الصورة الخاطئة في الجهتين. الرئيس أوباما أوضح في خطاب القاهرة أن الإرهاب مرفوض من الجانبين، ونحن نعمل أيضا على خلق مجالات عدة للتعاون بين أمريكا والعالم الإسلامي، إضافة إلى محاولة حل النزاعات القائمة حاليا في المنطقة. هذه الرؤية يعتمد أصحابها على شواهد التاريخ المتعددة التي كان فيها الموقف الأمريكي عامل حماية لمسلمين في نقاط مختلفة من العالم، كما كان الحال في البوسنة في عهد الرئيس بيل كلينتون، أو كما كان الحال في إخراج صدام حسين من الكويت في عهد الرئيس جورج بوش الأب، أو كما حصل مع مبادرة الرئيس الحالي باراك أوباما في خطاب القاهرة للعالم الإسلامي. الولايات المتحدة ليست معنية بفرض الديمقراطية، لكنها تحاول مساعدة الشعوب على تحقيقها والحكم الرشيد في حياتها، وهذا ما يحدث في أفغانستان حاليا. يؤكد هؤلاء المسؤولون والخبراء أن الاستخدام السيء للفكرة الخاطئة من قبل الجماعات المتطرفة ساهم وبشكل كبير في تشويه الصورة الحقيقية لعلاقة أمريكا بالمسلمين في الداخل والخارج، وفي توسيع سوء الفهم بين فئات واسعة من الجمهور في العالم الإسلامي. وهذا هو التحدي المشترك بين المسلمين والأمريكيين لتقديم الصورة الحقيقية للعلاقة القائمة تاريخيا بين الجانبين. الذين اختاروا الوقوف في معسكر التطرف أساءوا إلى أمريكا والأمريكيين كما أساءوا إلى الإسلام والمسلمين. هذه وجهة النظر التي يقول بها الخبراء والمسؤولون الأمريكيون هنا في العاصمة واشنطن لتأكيد الرؤية القائمة للحرب على الإرهاب في المرحلة الحالية. وبالتالي فالحرب القائمة الآن ليست هي حرب أديان وليست هي حرب مصالح، بل هي حرب على مجموعة صغيرة اختارت أن تقف في معسكر الشر والإساءة للطرفين، للأمريكيين وللمسلمين على حد سواء. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. مع اقتراب انتخابات